المعارضة ليست إجراما، المعارضة إضافة جميلة جدا ولازمة لانتشار الديمقراطية وتصحيح الأخطاء وتصحيح المسار. النظرة إلى المعارضة بأن دول مجرمين أو ثورة مضادة أو فلول أو غيرهم هذا أمر غير مقبول. المعارضة حق وطني للشرفاء طالما كانت هذه المعارضة سلمية. في الإعلام مليء زي ما قال الأستاذ محمد عبد القدوس، اقروا صوت الأمة، اقروا صباح الخير، اقروا الدستور، مليء وشتيمة، يعني النكت باسم يوسف، يعني شيء لا يطاق عن الرئيس. والرئيس لازم يتحمل، الرئيس لازم يتحمل. إنما كل ما يمشي يدور على فلاح بيشتمه هو في الغيط، ولا يدور على عامل في المصنع بيشتمه، ويبقى دي إهانة الرئيس، أو واحد في الأتوبيس زعلان ويشتم الرئيس. ما يعني لازم نعالج القضية معالجة أخرى، إنما السجن ليس هو العلاج، وخاصة دوار الفجر واستمرار الأمن بالبطشة القوية اللي بيها. يعني أنا سمعت الأخ علي سلمان وبيتكلم على المحامي وبيتكلم على التجاوزات. إذا صحت هذه التجاوزات ورصدت بهذا الشكل، والله لازم نقوم بثورة كلنا مرة أخرى ضد القضاء وضد النيابة وضد الرئاسة وضد الأحزاب السياسية التي لم تدافع عن المظلومين. إنما أنا في الآخر يا شباب الثورة، أنا عايز أقول لكم شيء، أنتم غلطتوا فيه وبتتحملوا جزء منه، عالجوه، ملكوش قيادة. فصدت الثورة وماتت على أيديكم، غسلتوها وماتت على أيديكم، وبتندبوا حظكم، تندبوا اللبن المسكوب. اجتمعوا مرة أخرى واختاروا قيادة لكم، قيادة شريفة من الذين حضروا من اليوم الأول وأعدوا للثورة. لازم تعملوا كده، وإلا أنتم في خطر ومصر في خطر.